السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات الصف الثاني الثانوي. معكم ميس محمد شعبان وأنت على قناة فرنسوي الثانوي مع ميس محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة هتلاقي في وصف هذا الفيديو لينك لقائمة تشغيل فيديوهات ثانية ثانوي الترم الثاني. خش وشوف أي فيديو أنت عايز تشوفه. وما تنسوش يا شباب، لو انتوا بتعجبكم الفيديوهات وحاسس ان انا بتعب عشانك، يا ريت ما تبخلش ان انت تحط اللايك للفيديو وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، فتدل على الخير كفاعله. النهارده يا شباب معادنا مع حل الوثائق والمواقف بتاعه الدرس الثاني من الوحده الرابعه. وقبل ما نخش على الحل هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول حاجه عندي الوثيقه الاولانيه عنوانها الا ميزو، يعني في المنزل. ده عبارة عن حوار بين الأم ولوسي. لامير بتقول لوسي ليف توا استيقظي الي ستير الساعة 7:30 ادمي اي تو فا اريفي اون ريتار او ليسي، وانت سوف تذهبين الى المدرسة او سوف تصلين الى المدرسة متأخرة. بون جو في مي دوشي، حاضر انا سوف استحم اخذ الدش بتاعي. نو فا دابور بروندر تون بوتي دي جيني، لا اذهبي الاول خذي او تناولي الفطار. كار تون فرير، لان اخوك برون اونكور سادوش، ما زال ياخذ الدش بتاعه. قالت لها الور، حسنا جو في اتر بريت، انا سوف اكون جاهزه دون سانك مينيت، يعني في خلال 5 دقائق. دون زائد فتره زمنيه معناها في خلال. اوتو فادو جيني اجوردوي، انت هتتغدى فين النهارده؟ قالت لها جو دي جين او سيلف، انا هتغدى في المطعم المدرسي افيك مي كوبين، مع صديقاتي. بارسكو جي بوكو ديكور، لان انا عندي محاضرات كتير. اول سؤال بيقول لو تيم يعني موضوع هذا الحوار يكون ليز اكتيفيتي كوتيديان، يعني الانشطه اليوميه. لا مير ريفي لوسي، الام توقظ لوسي بتصحيها الساعة 7:30. لوسي فابروندر سون دي جيني، لوسي سوف تتناول الغداء بتاعها فين؟ هي قالت في السيلف، والسيلف ده في المدرسة. افون دي سيكوجي، قبل الاستحمام لوسي هتعمل ايه؟ بروندر سون ريبا، هتتناول الوجبة بتاعتها اللي هي الفطار. الوثيقة التانية يا شباب من أليكس إلى ريمي لعنوان نوفيل ميزو، يعني البيت الجديد. سالو مونكوبا، سلام يا صديقي. نوفينو دي ميجيني دان زي نوفيل ميزو، احنا لسه ملتحقين او ناقلين في بيت جديد. اليسي بير، انه رائع. اليا تروا شامبر، يوجد 3 غرف. دو سال دو با، 2 غرفة حمام. ان سالو، ان سال امانجي، وغرفة طعام وصالو. اي ان كويزين، ومطبخ. او سالو، في الصالو. اليا جراند بلكون، يوجد بلكونة كبيرة. ماما تروف لا كويزين جينيال، ماما شايفة ان المطبخ رائع. بارسكلي جراند اكلير، لان المطبخ كبير ومضاء. دالا سال امونجي، في غرفة الطعام. اليا يوجد ان تابل اي ديشيز، يوجد ترابيزة وكراسي. جادور نوتر نوفيل ميزو، انا بعشق بيتنا الجديد. اول سؤال بيقول اليكس ديكري، اليكس بتوصف ايه يا شباب؟ بتوصف ساميزو. لا مير ادمير، الام معجبه بايه؟ بلا كويزين. سيت ميزو اي كومبوزي دي، هذا المنزل مكون من ايه؟ ويت بيس. بور اليكس لا نوفيل ميزو اي، البيت الجديد يكون اوريجينال، رائع. الوثيقه الثانيه يا شباب او الثالثه، رانيا بتقول تو ابيت سول، انت عايشه بمفردك؟ نو جابيت افيك مون بير، انا اسكن مع والدي. ما مير امي، اي مون فرير اخي. كومو ايتا ميزو، كيف يكون بيتك؟ الي كومبوزي دي سانك بيس، هو يتكون من 5 غرف. داما شامبر، في حجرتي. اليا ان جرون لي، يوجد سرير كبير. ان ارموار، دولاب. ان بيرو، مكتب. ان تبي سجاده. ان تابل دي شيفي، كوميدينو. مي، لكن النيابة دي تلفزيون، مفيش تلفزيون. تو ايد طامير على ميزو، انت بتساعدي والدتك في البيت. وي ايوه، شاك جور، كل يوم. جورونج ما شامبر اي جو في لا فيسيل، انا برتب حجرتي وبغسل الاواني. ابريل ودجيني، بعد الغداء. مي، لكن جو نيم باري باسيل فيتمو، لا احب ان اكوي الملابس. اول سؤال بيقول دالا شامبر دي منى، في حجره منى. اليا
كوم ديكوراسيو، خلي بالك قال لك كاكس كديكور، ديكور يبقى ايه هنا من الديكور يا شباب، وموجود في غرفتها طبي سجاده. لا ميزو المكتب، حد ممكن يقول البيرو المكتب، لا المكتب من الاثاث وليس ديكور، السرير من الاساس وليس ديكور، الطابلو من الديكور بس هو مش موجود في حجرتها. لا ميزو دي منى، حجره بيت منى يكون متكون من سانك بيس. لا شامبر دي منى ايه، اردني منظمه. منى دي تيست، منى بتكره ريباس لي فيتمو كوي الملابس. الوثيقه الرابعه يا شباب مون بروفايل، يعني البروفايل بتاعي. جو مابيل ندى، انا اسمي ندى، جابيت الكسندري، انا اسكن في اسكندريه افيك مي بارو مع والدي ومع اختي هدى. نوزافو ان ميزو، احنا عندنا بيت اكوتي دين جراند بلاس، بجوار ميدان كبير. جادور ما شامبر، انا بعشق غرفتي. الي جراند ابيل، هي كبيره وجميله. دم شامبر، في غرفتي. اليا، يوجد ان لي سرير ارموار دولاب بيرو مكتب اوردينيتير كمبيوتر. اليا اوسي، يوجد ايضا ان جراند تابلو، تابلو كبير برواز كبير. مامير، امي نمبا اونتري دان ما شامبر، لا تحب ان تدخل غرفتي بارسكو لانها نيبا اون اوردر، لانها غير منظمه. اول سؤال اونلي سودكمو، نحن نقرا هذه الوثيقه سير ان سيت انترنت، على موقع انترنت، عشان عنوان الوثيقه اصلا البروفايل بتاعي. بور لامير، بالنسبه للام، لا شامبر دي ندى، حجره ندى تكون ايه؟ تكون نيل، سيئه لانها قالت غير منظمه. ندى ديكور سا شامبر افيك، ندى بتزين غرفتها بايه يا شباب؟ بتابلو. ندى ديكري سا شامبر. الموقف بقى يا شباب، واول موقف بيقول تونامي تو دوموند، صديقك بيسالك سوكوتو ماذا لديك؟ دون تا شامبر، في حجرتك. تودي، انت هتقول. اليا ان لي، يوجد سرير ودولاب. تو دو موند، اتونامي، انت بتسال صديقك. سو كلمي، ماذا هو يضع؟ سير لا فينتر، على الشباك. كوم ديكوراسيو، ك ديكور دي ريدو، ستائر. تومبير تو دو موند، والدك يسالك. اوي لو ريفي، اين المنبه؟ تودي، انت هتقول. إلي سير لا تابل دي شيفي، إنه على الكومودينو. تو دوموند أ تون أمي، أنت بتسأل صديقك. سو كليا، ماذا يوجد؟ دالو سالو دي ساميزو، في صالة المنزل بتاعك، في المنزل بتاعه. إل دي، هو هيقول. يوجد إليا دو فوتي، يوجد اتنين كرسي بمسند. تون أمي تو دوموند كومو تو فا ديكوريتا شامبر، صديقك بيسألك كيف أنت سوف تزين حجرتك. أنت هتقول هتزينها بإيه يا شباب؟ جومي إن أفيش سير لومير، هضع أفيش على الحائط. تو دوموند أتون أمي بوركوا البريفير لو سينما، أنت بتسأل صديقك لماذا هو يفضل السينما. إل دي، هو هيقول، هيقول بارسوكلو سينما إي بلو أموزون تكون لا تلفزيون، لأن السينما تكون أكثر تسلية وأكثر استمتاعا من التلفزيون. رقم 7 يا شباب، تو في ان كومباريزو، انت بتعمل مقارنه اونتر بين دو موين دو ترانسبورت، اتنين وسيله مواصلات. انت هتقول المقارنه بتبقى بليكو، يبقى لا موتو اي بلو كو رابيد لو فيلو، لا موتو اي بلو رابيد كو لو فيلو، يعني الموتوسيكل يكون اسرع من الدراجه. رقم 8، تو تانفورم سير، انت بتستعلم عن ليميبل دي لا شامبر، اثاث الحجره بتاعت صديقك. انت هتقول، هتقول ايه يا شباب؟ كيسكيل يا دانتو شامبر، ماذا يوجد في حجرتك؟ اراميتو دوموند، صديقي بيسالك او اين تورون جي تي فيتمو، انت بترتب ملابسك. تودي، انت هتقول الملابس بنحطها في الدولاب. رقم 10، تو انديك لامبلاسمو، انت بتبين المكان بتاع سريرك. انت هتقول، هتقول ايه؟ إلي سو لا فينيتر، إنه تحت الشباك. تو أدمير لي ميبل، أنت معجب بأثاث غرفة صديقك. أنت هتقول، هتقول إيه؟ تا شامبر إتري شيك، يعني غرفتك تكون شيك جدا. تو دوموند أتون أمي دي ديكرير سا شامبر، أنت تطلب منه إن هو يوصف لك حجرتك، حجرته. تو دي، أنت هتقول كومو، ولا نقول إيه؟ لا كومو هنا تامي زو بيوصف بيته، يبقى دي غلط مش هتنفع.
هنقول ايه؟ كيسكليا دانتاشون برمزاجت في حجرتك. تو دو موندا تو نامين، انت بتسال صديقك سون اوبينيو رايه سير تاشامبر حول حجرتك. تو دي انت هتقول، انت اللي بتساله هتقول له ايه؟ هتقول له كومو تو تروف ما شامبر، كيف انت تجد حجرتي او ايه رايك في حجرتي. وبكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا حل الاربع وثائق والمواقف اللي على الدرس الثاني الوحده الرابعه. اتمنى ان تكونوا استفدتم، لو استفدت لا تبخل ان تضع لايك للفيديو وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.